على أرض الشام طيب دور الأيام وبتحمل معنا الأحلام والمجد مع الأبواب بيرفرف على أرض الشام السلام عليكم ويسعد أوقاتكم. اليوم رح تكونوا معنا بحلقة جديدة من ريحة وطن، رح نشم فيها ريحة زهر المشمش بالغوطة ونشرب من نهر بردة، ورح نعدي لنشوف قصص أهاليها ويحكي لنا حكيمنا عن التوت الشامي وفوائده. وينابيع الوطن رح تكون مع ضيفنا الشهيد الشيخ زهران علوش، ورح نسمع الشاعر ظافر صالح الصدقة وهو عم يحكي عن أبناء الغوطة. مو بس هيك، رح يكون معي ضيفين بالحلقة. أهلا وسهلا فيكم. محافظة ريف دمشق بتحتضن دمشق كأم حنون، وخاصة الغوطة. تمتاز المحافظة بتنوع التضاريس والطبيعة بين السهول والسهوب والجبال العالية والوديان، وبتنتشر المصايف والأماكن السياحية في أرجاء مدن وبلدات المحافظة، وبيساعدها جمال الطبيعة في ترسيخ السياحة المتأصلة في المحافظة من زمان بعيد. برحب بضيوفي معي هون بالاستوديو، الأستاذ مهران عيون، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. والأستاذ سامح، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. أستاذ مهران، أول ما بينذكر اسم ريف دمشق قدامك شو بتشم؟ أي ريحة؟ هلا وقت بنحكي على ريف دمشق نحن عم نحكي على الغوطة، عم نحكي على أشجارة، عم نحكي على أنهار، عم نحكي على الزبدانية، عم نحكي على بلودان، عم نحكي على كل هي المناطق اللي مربوطين فيها نحن، مربوطين بمناطق بحجارة بأهلها بناسها، مربوطين بكل تفاصيلها. يعني يمكن ريحة الربيع أول شيء بتخطر على بالك؟ ريحة الربيع وريحة الشتاء والحارات الضيقة والحارات الكبيرة والجوامع وأهلها وناسها بأي تفصيل من تفاصيلها. أستاذ سامح، أنت شو بتتذكر؟ شو بيخطر لك؟ بتذكر كل شيء. يعني الغوطة بأي فصل من فصول السنة بتذكرها، بتضاريسها المختلفة، يعني من المناطق الغربية للمناطق الشرقية للمناطق الشمالية. يعني الغوطة أو ريف دمشق فيها مناطق مختلفة جغرافيا بتخلي المناخ بشكل عام متنوع. حلو. بالصيف وبالشتاء وبالشمال وبالجنوب، كل منطقة من المناطق تمتاز بمناخ معين. يعني يمكن الغريب عن ريف دمشق بيفكر انه هي بس للمصايف، يعني نحن مثلا وقتنا نروح على ريف دمشق بنروح على المصايف بشكل عام، بس انت عم تقول انه في اختلاف. ريف دمشق متميزة. نعم. بكل شيء فيها مصايف. نعم. فيها فلاحين ومزارعين. جميل. وزراعة، فيها تجارة، فيها صناعة كمان، فيها سياحة، يعني متميزة بكل الاختصاصات من كل المحافظة. غنية ممكن نقول عنها، هي محافظة غنية وفيها كتير أشياء ممكن أنه تقدر تعتمد على نفسها وعلى ذاتها. بالطبع، هي مكتفية ذاتيا بالزراعة وبالصناعة وبالتجارة، الصناعة الداخلية طبعا. نعم. المحلية، يعني هي عندها حالة من الاكتفاء الذاتي بشكل عام. هلا هي تمتاز كمان بأشجارة، يمكن هي منطقة ريف دمشق فيها كتير تنوع بالأشجار وبالخضرة اللي بتطالعها. هلا إجمالا هي ريف دمشق وحتى الغوطة الشرقية هي تمتاز بأشجارها، تمتاز بكروم العنب، تمتاز بأشجار الخضرة والفواكه. المشمش بالذات في له، حتى المشمش وحتى التوت الشامي، يعني اللي هو ما كان أساسا بس موجود لداخل سوريا، حتى هو كان يتصدر على كثير دول، انبعت على الإمارات، انبعت على حتى كثير دول أوروبية. هو ما يعني ما إنتاج محدود محلي، هو لا، إنتاج كان كثير على سوية كثير عالية من نوعية وجودة. كمان عم نحكي نحن على مناطق الغوطة، ما أنها هي مناطق سياحية. نعم. لا، هي كل منطقة، كل مكان فيها شيء بيميزه عن منطقة تانية.
يعني نحن بنعرف من ريف دمشق، نحن ما بنعرف بس انه الزبداني او وبلودان، بلودان، نعم. انه هي مصايف، لا، حتى داخل الغوطه، حتى داخل المزارع، نعم. الناس اللي كانت تطلع على هي المناطق كل خميس وجمعه تنام بالمزارع تيسهروا، او والمسبق المسابح الموجوده كانت فيها، فكان في كتير شيء مختلف كل منطقه لمنطقه ثانيه. نعم، هي بشكل عام حتى فيها اثار، يمكن ريف دمشق طبعا فيها نعم. اثار، فيها مدن قديمه مثلا مثل حران العواميد، هي اللي بتكون بجنوب الغوطة، هي مدينة قديمة نعم. ولها تاريخ كتير قديم. أيضا في مناطق أثرية بالقلمون شمال دمشق، يعني منطقة البتراء، يعني بشكل عام هدول المنطقتين، وفي أكيد مناطق تانية جميلة. يعني تمتاز بأنه قديمة، يعني ضاربة بالقدم، يعني حتى في أسماء لبعض المدن نعم. هي تعود للحقبة الرومانية، يعني فيعني سميت مثلا على أسماء ملوك أو ملكات كانوا بيحكموا هاي المناطق، يعني نعم جميل. فمن هذا الأساس المناطق هاي إلى من العهد الروماني والمملوكي والعفو الروماني وما بعد الروماني والإسلامي نعم. لحد الآن علي. هلأ هو بنعرف دائما عن أهل ريف دمشق هو القوة والهيك، يعني بتحسون أبضايات مثل ما بيقولوا عنهم، فشو بتحكولي عن هالموضوع يعني؟ هلا اجمالا كمان خلينا نحكي هيك بالمجمل نعم. كريف دمشق، هلا هن بيحكوا يمكن عن دوما بالذات انه رجال دوما اقوياء، و هلا دوما انه قارعه الاستبداد على مدى كثير عقود نعم. وعلى مدى كثير ظلام مرقوا على 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 هالمناطق هي. مع الناس معروفه بشهامتها، معروفه بمرؤتها، معروفه نعم. بحبها للضيف وحبها للغريب واحتضانها لاي لأي حدا ملهوف كان جاي على 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 مناطقها يعني. جميل. كمان في مناطق تانية أكيد مشهورة بأهلها يعني. يعني تقريبا الغوطين بشكل عام وأحياء دمشق الجنوبية والقلمون، اللي هي الأربع مناطق اللي منها بتتألف في ريف دمشق، كلها تمتاز بصفة النخوة والشهامة نعم. يعني هذا الموضوع موجود، واحتضنت لاجئين الفلسطينيين والعراقيين واللبنانيين بمختلف الحقب الزمنية اللي تعرضوا لها لحروب يعني. فكان أي مدينة يعني أحياناً بيصل عدد المغتربين فيها اللي من غير دول نعم. مو اللي من سوريا، اللي من غير دول لنسبة 20 و30%، نسب عالية نعم. نعم. هلأ بشكل عام هي ريف دمشق بشكل عام والغوطة وجمالها والقصص الكتير اللي بنسمع عنها، ما بننسى أكيد التوت الشامي. التوت يمكن يعني أشجاره منتشرة بكل الغوطة أو بكل ريف دمشق، ما بعرف أنا شلون أنتم ممكن تحكوا لي عن توزع التوت. هلا التوت الشامي هو اللي بتنشهر في مناطق الغوطه، يعني انا بتذكره تماما بدوما، اللي كان على طول يدبغ على ايدينا التوت الاحمر يمكن مظبوط ايه. ف يعني هو ما كثير صعب انه التوت الشامي كان حتى يستخدموه لامراض، يعني يستخدموه لعلاجات معينه، مثل كان لتقبيل تسخون اللي كانت طلعوا هون، وما كثير هو صعب يعني قال يتعملوا. وكان هو كل الانتاج مثلا ما كانوا يجيبوا توت شامي من برا او نعم. كله من الغوطه او من كله من الغوطه يعني نعم. انا حتى بتذكر بالبيت انه كانوا يتركوا مونه انه هو له موسم معين، يمكن جزار دمشق الا شرب منه هيك هلا بتوقع. عم نحكي على دمشق على حتى على دمشق، يعني هو مشهور بكثره في دمشق وريف دمشق. لا في اشياء كثيره يعني مثل ما ذكرنا انه اشياء كثيره، مو بس التوت الشامي، في العنب، يعني كان معروف مثلا العنب الدوماني والعنب البلدي. فدائما هي سله الفواكه او سله الخضراء او حتى المائده اليوميه اللي هو الفطور والغداء والعشاء مثلا، دائما عم بتكون من خيارات الاراضي، عم بيكون في شيء مميز مثلا مثل العنب تماما بيكون معروف، او حتى الخيار والبندوره كان ينزرع. برده، شو قصتكم مع برده؟ اكيد له قصص كثيره. برده تغنوا فيه شعراء كثير نعم. طبعا هو كان من غوطة دمشق لدمشق، نهر كان على جنبيه، يعني بيسقي الغوطة الشام وغوطتها هذا النهر، وجنبيه بيتميزوا بالمزارع والمصايف اللي نعم. كانت تقعد الناس هنيك وتصيف وترتاح على هذا النهر، كان نهر غزير وميته عذبة جداً، حتى المقولة بتقول اللي شرب من هذا النهر بده يرجع.
لهذا المكان مرة تانية، لأنه المي اللي شربها بدها ترجعه تشده لهذا جميل. المكان. أكيد تغنوا فيه كتير شعراء ومطربين وحكوا عن نهر بردة، النهر العظيم اللي فعلا ذكرياته أكيد هي، حتى أنتم مع ضفافه أكيد الذكرى إلى ريحة تانية وإلى شعور آخر. هلأ بما أنه حكينا عن توت الشامي فأكيد حكيمنا رح يحكي لنا فوائد التوت الشامي. عن توت الشام، يمكن ما بتمشي بشارع من شوارع الشام أو ريفة إلا وبتلاقي بياع شراب التوت. ورق التوت واحد، لكن إذا أكلها دود القز أخرج حريرا، وإذا أكلها النحل أخرج عسلا، وإذا أكلها الظبي أخرج مسكا ذو رائحة طيبة. التوت نبات في هيئة أشجار كبيرة ذات فروع كثيرة، وهو نوعان: التوت الأبيض الذي تؤكل ثماره وتتغذى على أوراقه دودة القز، وتكون أزهاره ذات لون أصفر مائل إلى الإخضرار وأوراقه كثة، والأحمر أو البنفسجي أشجاره أقل حجماً ونمواً من أشجار التوت الأبيض. وهناك نوع ثالث هو التوت الأسمر، تحتوي ثمار التوت على بروتين ومواد دهنية وكالسيوم وحديد ونحاس وبوتاسيوم أيضا وأيضا فوسفور. استعمل الفراعنة التوت كغذاء وكعلاج أيضا. طبعا في مدن مهمة جدا في ريف دمشق وهي أهم المدن، شو ممكن تحكي لنا عن أهم المدن الموجودة يعني في ريف دمشق؟ ريف دمشق منقسمة فينا نقول لأربع مناطق. نعم. الغوطة الشرقية والغوطة الغربية، جنوب دمشق، ومنطقة القلمون اللي هي سلسلة جبال القلمون اللي بتكون شمال دمشق. كل منطقة من هالمناطق تمتاز بمدن كبيرة أو مشهورة، يعني مثلا مثل الغوطة الغربية مشهور فيها دارية والمعظمية والزبداني وبلودان. نعم. الغوطة الشرقية أكبر مدنها هي مدينة دوما، تليها حرستا، تليها مناطق مدن ملاصقة للعاصمة تماما. نعم. مثل عربين، كفر بطنة، زملكة، سأبة، يعني هي مدن، كل مدينة قد تكون في بعض المدن صغيرة شوي ولكن كل مدينة مستقلة بحد ذاتها. تجينا المناطق، بنحكي على القلمون مثلا، مناطق القلمون عندك يبرود والنبك، و هدول يعني كمان كثير مناطق كبيره وفيها تعداد سكاني، وهن اللي بيمتازوا بالقلمون حتى مو بس كحجم، يعني في 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 شيء مميز بكل مدينه مثلا، انه يبرود مشهوره كثير بالمته مثلا، المته القلمونيه. نعم. حلو. بيزرعوها يعني هناك ولا بيشربوها؟ لا ما بيزرعوها، ولكن يعني احلى مشهورين انه بيشربوها، مشهورين مثلاً؟ انه مثلا ضيافتهم الاساسيه هي المته القلمونيه، مثل العرب لما بيضيفوا القهوه المره هن عندهم المته، يعني هي. طبعا هي ما لا تزرع هنا بس المته القلمونيه. حلو. يعني هي من احلى، هي ضيافه اهلها. ايه ايه، يعني التسقيم فيها التصاق كثير كبير. يعني هلا بشكل عام هي هدول المناطق اللي بتكون قريبه لبعض بيكون في صفات متفقة بين أهاليها، وبيكون في شوية منافرات يعني، أو هيك بيحكوا عن بعض نكت. في شيء مشهور عندكم بين المدن القريبة على بعضها نكت؟ هلا نكت أنا ما بتذكر تماما، بس إنه دائما دوما وحرستا مثلا، وحتى مناطق القلمون بيحكوا أكتر شيء عن اللهجات، يعني موضوع اللهجات قد يكون شخص من خارج محافظة ريف دمشق ما بيميز لهجات الاختلاف دمشق مزبوط. عن ريفة عن بعضها، ولكن هن دون بعضهم بيميزوا بعضهم كتير، فمن كلمة واحدة ممكن يلقطوا هون، ممكن دغري ومن هون تطلع يعني بعض أمور الفكاهة، يعني إنه بيقعدوا بيحكوا على بعض من هالأساس هذا. طبعا من طبعا هو كله حكي على الفاضي، يعني ما في بغض أو لا أكيد هو من المحبة ومن القرب، عبارة محبة عن فكاهة يعني مع بعضها البعض. طبعا انا بشكركم كثير كثير استاذ مهران العيون، شكرا جزيلا لحضرتك لوجودك معنا، والاستاذ سامح اهلا وسهلا فيكم وشكرا جزيلا لوجودكم معنا. فقرتنا الجايه من ينابيع الوطن.
حسن علوش ولد عام 1971 في مدينة دوما بالغوطة الشرقية بريف دمشق. ابن الشيخ عبد الله علوش من أبرز شيوخ السلفية في ريف دمشق. عمل في مجال الدعوة حتى اعتقاله عام 2009 ووضع في سجن صيدنايا. أفرج عنه في حزيران 2011 بعد أشهر من بداية الثورة السورية. أسس بعد خروجه من سجن صيدنايا بأشهر ما عرفت حينها بسرية الإسلام بهدف قتال قوات النظام السوري، وأعلن في أيلول 2013 عن تشكيل جيش الإسلام الذي يضم عددا كبيرا من الألوية، عرف بموقفه الرافض لوجود التنظيمات المتشددة بما فيها تنظيم الدولة. شن حربا عنيفا على تنظيم الدولة في الغوطة الشرقية انتهت بطرد التنظيم من الغوطة بشكل كامل. شارك ممثلون عن جيش الإسلام في معظم المجالس التي شكلتها المعارضة السورية، كان آخرها اجتماع الرياض. استشهد زهران علوش يوم الجمعة 25 من كانون الأول عام 2015 في غارة روسية استهدفت موكبه في بلدة أوتايا بالغوطة الشرقية في ريف دمشق. خليكم معنا هلأ بفقرة لك ولك. أنت لا تحاولي معاندتي أمام الآخرين، فهذا لا يليق بك. أنت إن لم يعجبك تصرفي حبذا لو تهمس بأذني ولا تقرعني أمام الآخرين، فهي إساءة لك قبل أن تكون إساءة لي. فقرتنا الجاية هاشتاغ وطن. الوطن تاريخ، أهل، أصدقاء، أحباب. الوطن جغرافية أجساد أبنائه الملتوية شوقا إليه. وطن Thank you.